دعاؤه عليه السلام في الكرب والإقالة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي لا تشمت بي عدوي ولا تفجع بي حبيبي وصديقي. إلهي هب لي لحظة من لحظاتك تكشف بها عني ما ابتليتني به وتعيدني إلى أحسن عاداتك عندي، واستجب دعائي ودعاء من أخلص لك دعاء فقد ضعفت قوتي وقلت حيلتي واشتدت حالي، وأيست مما عند خلقك فلم يبق لي إلا رجاؤك علي. إلهي إن قدرتك على كشف ما أنا فيه كقدرتك على ما ابتليتني به، وإن ذكر عوائدك يونسني، والرجاء في إنعامك وفضلك يقويني، لأني لم أخل من نعمتك منذ خلقتني، وأنت إلهي مفزعي وملجئي والحافظ لي والذاب عني، المتحمل علي، الرحيم بي، المتكفل برزقي. في قضائك كان ما حل بي، وبعلمك ما صرت إليه، فاجعل يا ولي وسيدي فيما قدرت وقضيت علي، وحتمت عافيتي وما في صلاحي وخلاصي مما أنا فيه، فإني لا أرجو لدفع ذلك غيرك ولا أعتمد فيه إلا عليك. فكن يا ذا الجلال والإكرام عند أحسن ظني بك، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، واكشف كربتي واستجب دعوتي، وأقلني عثرتي وامن علي بذلك وعلى كل داع لك. أمرتني يا سيدي بالدعاء وتكفلت بالإجابة، ووعدك الحق الذي لا خلف فيه ولا تبديل، فصل على محمد نبيك وعبدك وعلى الطاهرين من أهل بيتي، وأغثني فإنك غياث من لا غياث له، وحرز من لا حرز له، وأنا المضطر الذي أوجبت إجابته وكشف ما به من السوء، فأجبني واكشف
همي وفرج غمي وأعد حالي إلى أحسن ما كانت عليه ولا تجازني بالاستحقاق ولكن برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام صل على محمد وآل محمد واسمع وأجب يا عزيز برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.